تخيلي احنا رحلة مدرسية ممنوع نروح. رحلة مدرسية ممنوع؟ من عن باتن صديقة ممنوع يكون عندي بهذا عمري. هسه أنا قاعدة قدامك، أنا لازم الصديقة اللي تكون بحياتي تمر بعدة اختبارات من ماما لحد ما توصل إنه قناعة أوكي بيها مجال تكون صديقتك، وهمين ما مقتنعة تقول صداقة مؤذية. فعلا الصداقة مو لأي أحد، أو ما تنطي لأحد أصلا. أنا أشوف الصديقة هي الأم أو الأخت، إذا واحدة عندها أخت صح صح. أنا إيه هي إحنا ثلاثة عايشين سوا صديقات بعض،